اذن من المديريه العامه ولا نمنعوا اشخاص قال مالك ما قلت ولا راح يقسموا بعد المستشفى هنا بالنسبه للحالات هذه اللي زير الراس تكون. قمنا بمعاينة كل المراكز، لاحظنا انه فيه جاهزية في كل المقاييس، إذا أكدنا كما قلنا على يكون فيه تنسيق وتحضير جيد واستخلاص المقاييس بعد العملية الاستنتاج ولا استخلاص المقاييس في ربما يكون فيه يعني مقياس ولا من مقاييس ما مشاتش يعني بصفة عادية باش يكون فيه عملية لاستدراك المقاييس هذه.